في الوقت الحالي هناك العديد من الأشخاص يتدربون في المنزل لظروف خاصة مثل العمل أو لا يمكنهم الذهاب إلى الصالة الرياضية. في هذا الفيديو سوف أوضح لك خطة تدريبية لاستهداف كل عضلات الجسم في 5 أيام بشرح كامل من الألف إلى الياء. كل ما سوف تحتاجه هو زوجين من الدمبل والعزيمة. إذا كنت تريد أن تتعلم بناء العضلات فأنت في المكان المناسب، فأرجو دعم المقطع للمساعدة على انتشاره والاشتراك في القناة، ولنبدأ على بركة الله. اليوم الأول تمارين الصدر. تأكد من أنك تقوم بتمارين الإحماء دائما قبل بداية أي برنامج تدريبي لتفادي الإصابات وتنشيط الجسم. التمرين الأول، العضلة المستهدفة الصدر الوسطي زائد الصدر السفلي قليلا. العب 3 جولات والعب تكرارات قدر المستطاع لزيادة تدفق الدم إلى العضلة. تمرين ثاني، كما قلنا لن تحتاج أي معدات رياضية سوى الدمبل. العضلة المستهدفة الصدر الوسطي، العب 4 جولات والعب تكرارات حسب الوزن الذي لديك، أي تأكد من أن التكرارات الأخيرة يجب أن تكون صعبة. التمرين الثالث، العضلة المستهدفة الصدر الداخلي، العب 3 جولات والعب تكرارات حسب قدرتك البدنية أو حسب الدمبل الذي لديك. إذا كان لديك دمبل قليل يعني أوزان قليلة العب تكرارات مرتفعة والعكس صحيح. انتبه جيدا لأداء التمرين، يجب أن تقوم بالتمارين بشكل سليم دون خطأ. نحن نوفر لك إمكانية مشاهدة طريقة أداء التمرين بالفيديو، لا تهمل هذه المسألة. هذا التمرين يستهدف الصدر الوسطي والصدر السفلي، العب 3 مجموعات والعب 8 إلى 12 تكرار أو تذكر القاعدة السابقة. التمرين الخامس، يركز هذا التمرين على الصدر الداخلي وجوانب الصدر، العب 3 مجموعات والعب 8 إلى 12 تكرار، ولا تنسى الضغط على لايك وشارك المقطع مع صديق لك. ندخل الآن في التمرين السادس، يعد هذا التمرين من أفضل تمارين لرفع الصدر، كما أنه يستهدف مجانس الظهر، العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل مجموعة. بما أن عضلة الظهر من أكبر عضلات في الجسم فإنها تحتاج لتمارين فعالة جدا للحصول على كتلة عضلية، ولكن نوعا ما تمارين الظهر محصورة لدينا في المنزل، لذلك سوف نستخدم تمارين بوزن الجسم زائد الدمبل. تمرين الأول، العب 4 مجموعات والعب تكرارات من 8 إلى 12 تمرين ثاني، استخدم الدمبل لاستهداف الظهر الخارجي، العب 4 مجموعات والعب تكرارات حسب قدرتك البدنية. تمرين ثالث، استخدم منشفة لاستهداف الظهر العلوي، العب 3 مجموعات والعب تكرارات مرتفعة. تمرين الرابع، يستهدف هذا التمرين عضلة الظهر السفلى لومبير، العب 3 مجموعات والعب تكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12 تمرين الخامس، استخدم الدمبل واستلقي على جدار، هكذا ستتمكن من زيادة الضغط على جوانب الظهر، العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل جهة. التمرين السادس، المنطقة المستهدفة الظهر الداخلي والظهر السفلي، العب التمرين 3 مرات والعب تكرارات مرتفعة. عضلة الأرجل والسمانة، في هذه الحصة سوف نجمع جميع عضلات الجزء السفلي، الأرجل الأمامية والخلفية والجانبية زائد السمانة. قبل بداية التمرين قم بالإحماء لتفادي الإصابات. تمرين الأول، يستهدف عضلة الأرجل الأمامية، العب 4 مجموعات والعب تكرارات حسب الوزن الذي لديك. تمرين الثاني، يستهدف هذا التمرين عضلة الأرجل الخلفية أكثر، العب 3 مجموعات والعب تكرارات من 8 إلى 12 تمرين ثالث، هذا التمرين يجمع بين استهداف الأرجل الأمامية والخلفية، تجنب الاستعجال في أداء التمرين بل تمرن بسرعة متوسطة وركز أكثر، العب 3 مجموعات والعب تكرارات من 8 إلى 12 أو العب حسب الوزن الذي لديك.
التمرين الرابع، يستهدف هذا التمرين عضلة الأرجل الخلفية، يعد من التمارين الرائعة التي تساعد على بناء عضلات الأرجل. العب 4 مجموعات والعب 12 تكرار إلى 15 تكرار. التمرين الخامس، ركز على إتقان الجيد لحركة التمرين لضمان استهداف العضلة بطريقة ممتازة. العب التمرين 3 مرات والعب تكرارات من 8 إلى 12. التمرين السادس، يستهدف هذا التمرين عضلة المؤخرة. العب 3 مجموعات والعب 12 إلى 15 تكرار. وأخيرا لا تنسى القيام بتمارين السمانة، قم بلعب تمرين 1 أو 2 على الأقل. اليوم الرابع، عضلة الكتف والترابيس. الأكتاف تعتبر من أهم العضلات التي يسعى غالبية لاعبي كمال الأجسام لتطويرها، والقاعدة بسيطة تقول استخدم تمارين تستهدف أجزاء الكتف كاملة، وهي الكتف الأمامي، الخلفي والجانبي. نحن هنا جمعنا لكم أفضل 6 تمارين يمكنك القيام بها. التمرين الأول يستهدف الكتف الأمامي، العب 4 مجموعات والعب تكرارات من 8 إلى 12. التمرين الثاني، نقوم باستهداف عضلة الكتف الجانبية هذه المرة. العب 4 مجموعات والعب تكرارات من 8 إلى 12، وحاول اللعب ببطء. تمرين ثالث، يستهدف هذا التمرين عضلة الكتف الأمامية. أنصح هذه المرة بلعب تكرارات مرتفعة، يعني حاول لعب تكرارات حتى الفشل العضلي. التمرين الرابع، بالنسبة لوقت الراحة بين كل تمرين فيفضل من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف، وبين كل مجموعة ومجموعة لا تتعدى دقيقة ونصف. هذا التمرين يستهدف جوانب الكتف، العب 3 مجموعات والعب تكرارات مرتفعة. التمرين الخامس، الآن نستهدف الكتف الخلفي، تقوم بلعب كل جهة لوحدها لزيادة التأثير على العضلة. العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل جهة. التمرين السادس، يستهدف هذا التمرين عضلة الكتف الخلفية وعضلة الظهر العلوية. العب 3 مجموعات والعب 8 إلى 12 تكرار. وأخيرا تبقت لدينا عضلة ترابيس، العب 4 مجموعات والعب تكرارات مرتفعة، يعني حاول أن تكون التكرارات الأخيرة صعبة. اليوم الخامس، آخر حصة في الأسبوع سوف نخصصها لعضلات الدراع، البايسبس، الترايسبس والساعد. سوف نبدأ بعضلة البايسبس، وهذه أفضل 3 تمارين لاستهداف الرأس الطويل والرأس القصير. العب 3 مجموعات في كل تمرين والعب تكرارات ما بين 8 إلى 12. عند الانتهاء من تمارين الباي تستريح قليلا لتبدأ بلعب تمارين تراي، وهذه أفضل 3 تمارين لاستهداف كل رؤوس ترايسب. العب 3 مجموعات في كل تمرين والعب تكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12. أخيرا يأتي دور تمارين الساعد، اكتفي بلعب تمرينين فقط وركز على لعب تكرارات مرتفعة.